إذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راضي عنها ويقول لها صلي في البيت أجر لك، ما صحة هذا؟ أفيدوني بارك الله فيكم. أولا يجب أن يعلم أن خروج المرأة إلى المسجد وإلى غيره يجب عليها فيه التستر وعدم الخروج بالزينة والطيب، لأن تخرج بثياب ساترة غير ثياب الزينة، وأن لا تكون متطيبة، وأن تحرص على تجنب ما يفتن الناس أو يفتنها بالناس. هذا أدب عام في خروج المرأة للمساجد ولغيرها، يجب عليها أن تخرج بثياب ساترة غير ثياب زينة، وأن لا تكون متطيبة، وأن لا تخرج ما عليها من حلي في يديها، بل تستر نفسها سترا تاما. أما خروجها إلى المسجد لأجل الصلاة مع المسلمين فريضة أو صلاة التراويح والتهجد في رمضان، أو تخرج للصلاة مع المسلمين صلاة العيد أو الاستسقاء أو الجمعة، أو تخرج إلى المسجد لحضور الدروس الدينية لتستفيد منها، فهذا لا بأس به. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إذا كان خروجها على الصفة التي ذكرناها من الستر والحشمة، وليس لزوجها أن يمنعها من ذلك ما دامت أنها ملتزمة لما ذكرنا من الحشمة والتستر وأن قصدها الخير، فإنه ليس لزوجها أن يمنعها من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، إلا إذا كان منها مخالفة للآداب الشرعية ولاحظ زوجها عليها ذلك فله أن يمنعها. إذا أساءت المرأة الأدب الشرعي في خروجها فلزوجها أو وليها منعها من ذلك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعت إسرائيل نساءها، أو كما قالت. وما ذاك إلا لأن المرأة إذا أساءت الأدب الشرعي ولم تلتزم الستر والاحتشام فإنها تمنع من المساجد، وتمنع كذلك من غير المساجد، وتلزم بالبقاء بالبيت خشية عليها وصيانة لها. وكذلك لو كان في خروجها مضرة على أولادها، كان لها أطفال صغار تحتاج إلى البقاء معهم ومراقبتهم، فهذا أيضا مما يسوغ للزوج أن يمنعها من أجلهم، والله تعالى أعلم. شكر الله لكم.